بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار تجويد العرض الريادي المدرسي وزيادة الوعي للوضع السائد للرياضة المدرسية وآفاقها المرتقبة، تنظم البوابة الرئيسية لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمغرب ندوة تفاعلية عن بعد بعنوان الرياضة المدرسية رافد أساسي للرقي بالرياضة الوطنية، وذلك لمشاركة تلة من بين الأساتذة الأكفاء في المجال. الأستاذ المقتدر السيد عبد اللطيف شرفي، مفتش ممتاز لمادة التربية البدنية والرياضية. السيد عبد الله ماهر، أستاذ مبرز والكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية. السيد الشهب مصطفى، أستاذ مبرز، طالب مفتش، مدرب وطني لكرة اليد. أستاذ محمد بدي، أستاذ مادة التربية البدنية والرياضية ثانوي تأهيلي. الأستاذة الكريمة شاهيناز بوستة، أستاذة مادة التربية البدنية والرياضية ثانوي إعدادي، حكمة دولية في كرة السلة. السيد محمد الأنصاري، أستاذ مادة التربية البدنية والرياضية ثانوي إعدادي عن الإدارة العامة للبوابة. محاور الندوة: المحور الأول الرياضة المدرسية بين الماضي والحاضر. المحور الثاني الرياضة المدرسية وصناعة الأبطال أية علاقة. المحور الثالث الجمعية الرياضية المدرسية، التدبير الإداري والمالي، مجالات الصرف بين النظري والتطبيقي والإطار التشريعي. المحور الرابع حصص وأنشطة الجمعية الرياضية المدرسية، المشاكل والصعوبات، المشروع الرياضي للأستاذ، الإكراهات والحلول. المحور الخامس الجامعة الملكية للرياضة المدرسية، الهيكلة، التدبير والتسيير، الأنشطة السنوية المبرمجة، الشراكات، العلاقات مع التنظيمات الرياضية الدولية والقارية، ثم في الأخير محور فيه الإجابة على أسئلة المتتبعين. لكل الإخوة المتتبعين والغيورين على الرياضة المدرسية، نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم في الموضوع المقترح، وذلك لطرحها على الضيوف الكرام قصد الاستثمار، سواء مباشرة على صفحة البوابة أو على رقم الهاتف 06 60 07 36 89 داخل المغرب. أما خارج المغرب فيجب إضافة زائد 212 على رقم الهاتف المذكور، وشكرا للجميع.